السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة إلهام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم فيديو ماشي كالمعتاد، غادي نخليكم مع لقطات من التياتر. تشوفوا مي دو ستار أمين إي سارة. نخليكم تشوفوا لقطات من مسرحية داروها، كنا اليوم في التياتر، ونخليكم مع لقطات حتى هو ديال لا دونس اللي داروا في لا فان تيفير. دونك بغيت نشارك معكم شويه من هاد التياتر اللي داروا، من هاد الحفل. وغادي نحط لكم لا فيديو ديال البارح، لانني درت الديسير ديال البنان والليمون، ولكن استسمح البنات راه تمسحوا لي الفيديوهات ديال لا فان باش نوريكم الشكل ديالو كي تيجي، ما يمشاو ليا. غادي نحط لكم غير لي دوبيو ونوريكم الطريقه ديال الديسير كيفاش يعني درت ليه. و جو سوي فريمون ديزولي على لا فان، راه تمسحوا لي الفيديوهات. ودابا قريب المغرب، غادي نمشيو نفطروا عند خويا، عارض علينا الفطور. دونك اليوم انا ما ساليتش، ومع الدراري كان عندهم الطياط ما سالو حتى ل 8، دابا تقريبا 8 ونص، هذا هو الوقت قريب الفطور. غادي نمشيو حنا عاد دخلنا، باقيين حوايجنا، غادي نمشيو نفطروا عند خويا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ومن هنا تما تنقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وكنبغيكم بزاف. وما تنساوش ابوني 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 لكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه الهام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم كيف ما كتشوفوا جبت لكم ان ديسير، واحد ديسير سهل يعني بمكونين فقط، يعني رئيسيين هو البنان والليمون، وعندنا النشا والسكر والحليب. المهم انا غادي نعصر هذاك الليمون اللي عندي، غنحتاج فقط العصر ديال الليمون، غادي البرتقال، حنا كنقولوا الليمون في المغرب كنقولوا الليمون البرتقال، غادي نعصرهم ونرجع معكم. وتما غادي ناخذ ثلاثه ديال البنانات، فوالا غادي ناخذ انا لو جو ديال هذاك الليمون اللي عندي ونرجع معكم البنات. البنات انا رجعت معكم بعد ما عصرت الليمونات اللي وريتكم، دونك ربعه الليمونات تقريبا عطاوني نص ايطرو ديال الجو. وهنا هذوك البنانات انا خديت ثلاثه، دونك هاد البنانات بثلاثه غادي نطحنهم مع نص ايطرو ديال الحليب. تبعوا معايا البنات مزيان، دونك البنان غادي نطحنو مع الحليب، وغنزيد نزيد معاه جوج المعالق ديال السكر. انا ما كنبغيش السكر كثير، اللي بغات الحلاوه دير ثلاثه، دونك انا غندير دو نزيد شويه غير على حساب الاولاد. اما انا ما تيعجبنيش صراحه، ما تيعجبنيش الحلاوه بزاف. نسيت هاد الحامض اللي قلت لكمش كبيره، حتى هو كنديروه مع هاد كنعصر نص حامضه مع البنان والحليب. فوالا، دونك انا غادي ندير هاد البنان مع الحليب حتى يطحن، ونعاود نرجع معكم لان ما غاديش نقدر نخلي الصداع ديال الطاحونه في الفيديو. دونك غادي نطحن هاد البنان وغنعاود نتلاقى معكم البنات، خليكم معايا. فوالا البنات رجعت معكم، ملي طحنت هاد البنان مع الحليب غادي نكبو في شي كاسرونه، كيولي عندي عصر ديال البنان كنكبو في كاسرونه. غادي نزيد عليه ثلاثه المعالق ديال النشا، بسم الله. الاولى عمرتها بزاف، هذه ما نعمرهاش. دونك غادي نزيد عليه النشا، غادي نحاول انا ندوب هذيك النشا في هذا الحليب اللي عندي. غادي ناخذ هذاك لي كوي وغادي نديرو على البوطه شويه، ماشي شويه ولكن يغلى، يعني غندير هاد النشا مع هاد الحليب على العافيه، ونخليه حتى يبدا يغلى شويه الحليب، ونرجع معكم البنات. البنات رجعت معكم، ها هو الحليب ديالي ملي سخن شويه. غادي ناخذ الكاس وغنحاول انني نصب بهذه الطريقه. الا بغيتو ديروه على هذا الشكل ممكن، الا بغيتو ديروهم واحد الشكل مزيان زوين، ديكور زوين مائل، الا كانوا الكيسان عندكم طوال تقدروا ديروهم مائلين بحال هكا كما كتشوفوا. انا غادي نجرب قدامكم واحد هكا، غادي نحاول انا نعمل له غير هكا.
باش ما يتكبش ليا. فوالا خلي حتى يبرد باش يبقى واخد ليا هذا الشكل. والاخرين غادي نحاول انني نديرهم، نحاول ما نجلخش ما نقصش الكيسان من الجناب باش يبقى ليا المنظر زوين. نسيت راسي ومشيت مورا الكاميرا. كتبقاو نتوما كتحركوا ملي كيكون فوق الوطا وكيبدا يتقال شويه.